عن الالوان بتاعه المطابخ. في ناس بتميل دايما للفواتح، والحقيقه انه بيدي بهجه جميله قوي للمطبخ وبيدي احساس بالوسع للمطبخ. لكن ولكن تقول لك ايه، ولكن بقى كتير، بقى بتوسخ كتير، بيبقى عايز تنظيف كتير، بيبقى عايز على طول الست تبقى ايديها فيه، وبالتالي بيبقى مش عملي شويه. واحنا لما بنشوف دلوقتي مثلا مطابخ، الصور بتنزل على انستجرام لبعض السيدات التركيات مثلا منزلين مطبخ ابيض وفرشه السجاده روز، حضرتك ازاي يعني؟ ده احنا انا بيبقى غامق بس ومش السؤال، قادرين بس نسد. نفسي صراحه بس شوف هيك سؤال. هلا يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار شغله، انه المطبخ هو محل مش نظيف، يعني قد ما كنا نحن عم ننظف وهيك، بس هو محل للوسخ يعني. فنحن بدنا ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. انا فيني اعمل الالوان اللي بدي اياها، شرط اكون عم بعرف شو بدي استعمل المواد. يعني انا مثلا ما فيني احط فوق الغاز، محل الطبخ ما فيني اعمله بويا او دهان الحيط اللي ورا اللي الغاز، هي لانه الحيطه اللي ورا البوتاجاز. بالضبط. يعني احنا بنشوف صور كثير حلوين بيكون المطبخ كله عباره عن حيطان مدهونه، ما في عندنا ولا بورسلان ولا شيء، ولا سيراميك. هو بالضبط ولا سيراميك. هو الاصح انه لا، انا اتليست محل الطبخ ومحل اللي بده يكون فيه اكثر شيء يعني يتوسخ لازم يكون عند الحيط لان الزيت سيراميك او بورسلان. بيطير بالضبط، هو والاكل. اسهل لي لنظف. يعني انا فيني احط دهان يكون الحيط مش ملبس، بس انا لما بدي اجي نظفه حيكون كثير كثير مزعج مشكلة. لي. فانا كثير مهم اعرف، يعني اعرف هيدا المطبخ شو احتياجاته وشو استعمالاته. يعني انا ما فيني بس شوف صوره تعجبني او لون يعجبني وقرر اني اعمل مثله بدون ما افكر بالتوابع تبعيته، بدون ما افكر بشو شو انا حاستعمل، شو حيصير بعدين. او بعض فهذا كثير الستات مهم. او المطابخ شفتها عاملين ورق حيطه ورا في ورق الموضوع، حيطان صعب. حاليا مخصصه لهذه الاشياء، بتبدا بتتحمل حراره، بتتحمل مي، رطوبه، بتتمسح، بتكون يعني بتكون ماده فيك تمسحيها. ودي بس النقطه اللي لازم تاخد بالها منها، يعني لو تركبي ورق بالضبط ما حائط فينا لازم نحط، يكون مخصص. صح، لانه في عندنا حراره، في عندنا زيت، في عندنا مواد ما بتنشال بالهين يعني. فلازم ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. بالاضافه لانه مرقت معنا صوره مثلا اللي هي كثير حلوه، المطبخ مبين انه مرتب وحلو وكل شيء، ولكن البورسلان اللي مستعمل ورا الغاز هو محجر، فهو فيه كثير تكستشر وفيه كثير يعني تفاصيل يعني تفاصيل. ومساحات. فهيدا ما بعرف قديش حيكون سهل لإلي اني انا نطفه بعدين، وهو ابيض يعني. فانا ما يعني كثير مهم اني ما اشوف، ما بس شوف الصوره شو هي واللون وكل هالقصص، بدي افكر بالماتيريال اللي عم بستعملها والتبعات تبعيتها. فاول شيء البلاط كثير مهم يكون ورا الغاز ورا المجله. حتى انا بفضل يكون كل حيطان المطبخ بلاط، لانه كثير سهل انك تمسحيها وتنطفيها. بدنا نعرف انه التوب والكابينتس ما في حدا بيقول لي انه في لازم يكون فاتح او لازم يكون غامق، كمان هذا الشيء بيرجع لكل حدا. وفيهم يكونوا فاتحين، فينا نحط يعني كابينتس بيضاء، شرط انه تكون مثل ما قلنا الماتيريال تبعيتها. يعني هلا عم نشوف شيء مثل الازاز، بيكون بباب الخزن مثل نوعيه مثل الازاز. هيدا النوع لو كان ابيض انا ما عندي مشكله، انه بيتمسح دغري بكل بساطه. بالعكس بيعطيني لايتنينج، بيعطيني وسع. بالضبط. وبلس انه يعني انا من الاشخاص اللي بفضل اني شوف الشيء انه موسخ على اني ما اشوفه انه هو موسخ فما بنطفه. يعني انا لما يكون عندي شيء فاتح هو شيء منيح لي، لانه انا حشوف انه هو توسخ فبالتالي حنطفه اول باول. بالضبط. وبلس انه انا بس نطفه حشوف انه هو نظيف او بان عليه النظافه كده. انا بقترح بهذا الموضوع انه اذا بدنا نعمل نوع من التغيير، فينا نلجا لانه نعمل الكابينتس اللي بيكونوا من تحت لون غامق، لانه هن اكثر بيوصلن يعني مثلا عم بجلي بيوقع مي، عم بطبخ بيوقع اشياء، فينا نستعمل لون غامق، ونستعمل الكابينتس اللي فوق بلون فاتح لحتى يعطيني على الرؤيه. يعني انا مستوى النظر هو من 160 وطلوع تقريبا، فانا تحت قد ما كان غامق ما حياثر على نظري، ما حياثر على نفسيتي يعني. بينما فوق ممكن هو يضيق علي المساحة أو يوسع علي المساحة إذا استعملت لون غامق أو فاتح. فأنا بقترح إنه نحن نعمل الألوان اللي من تحت دائما غامقة، ونفتح الكابينتس اللي فوق، فينا نحطهم أبيض، فينا نحطهم أوف وايت، حسب نحن شو عاملين ألوان. ده كده بيدي إحساس بالوسع. بالضبط، وفي نفس خاصة إذا عندي مساحة ضيقة. ونفس الشيء بالنسبة للحيطان، كل ما غمقنا الألوان كل ما صغرنا المساحة. يعني أنا إذا عندي مطبخ كثير كبير بيحمل أعمل لون غامق بالحيطان، بس المطبخ صغير وضيق لا، انا لازم اعمل الوان فاتحه حتى احس انه هو واسع. طب في ناس ما بتحب الالوان المطرقعه، يعني مطرقعه مثلا يعني المطرقعه دي بالمصري يعني الالوان الفوشيا مثلا. أوكي. فوشيا في اصفر، اورنج مثلا في اخضر، الوان كده تلاقيها ايه مش مترابطه، يربطوها مع بعض بالحيط بتاع شكلها جميل جدا، بس بعد شويه ممكن تبقى مش مريحه. انت رايك ايه يعني الحاجات دي عمليه؟ الالوان ما في شيء اسمه عملي ومش عملي، الالوان هي عباره عن ذوق. تنسيق.
ونحن حكينا قبل بمره عن الدائره اللونيه وكيف نحن بنظبط الالوان مع بعضها. ففي لونين فعلا بيكونوا هن ما خصهم ببعض بس هن الكونتراست تبعوا بعض يعني بيكملوا بعض. فانا فيني احطهم مع بعض. بس انا كثير مهم خاصه بالمطبخ اعرف شغلي انه انا الالوان اللي بحبها وبدي احطها ما ضروري استعملها بالحيطان وبالارض وبالسقف وبالبرادة وبكل كل المحلات. فيني استعملها باماكن معينه. يعني انا فيني اجيب بس البردية ولنقول شاشه في الطاوله اذا انا عندي طاوله بهيدا اللون اللي انا بحبه. برديه يا جماعه عن الستاره وشاشه في الطاوله يعني المفرش. ايوه اوكي. فانا فيني اعمل هيدي الكومبينيشن بمحلات كثير بسيطه. يعني ما ضروري فوت على المطبخ لاقي كله لون واحد او كل الاغراض اللي بقلب المطبخ لون واحد. فيني اختار لونين او حتى ثلاث الوان بيمشوا مع بعض وبشكل فيهم. يعني فيني اعمل مثل ما حكينا كل شيء عم بفرشه بقلب المطبخ كل شيء اكسسوارز بالمطبخ اعملها ملونه. بينما الاشياء الثابته اللي هي الخزاين حتى تبع الصحون المشكلة القصص ما ضروري تكون لون معين. يعني فيني اجيب لون بني فضي اشياء تكون ثابته وبدخل الالوان بالاكسسوارز اللي انا ممكن اغيرها اذا ما عجبتني ممكن بعد فتره خلص ازهق من هيدا اللون اعمل الوان جديده. بس الثوابت ثابته يعني لون واحد يا ابيض يا رمادي يا بني.